فيه الكون. لما الأمر يتعلق بوطن مفيش فرق بين عام وخاص، بين حكومي ومدني. يقسم الأمر جميعا. وأعتقد إن هذا المهرجان يضيف كثير إلى الوطن. يخصصوا وقت بدل الأشياء اللي ما بتهمش. أنا نفسي الشباب يعرف مصر في الزمن الجميل اللي أنا عشته كان فيها إيه؟ فكر إيه؟ صحافة، أدب، شعر، موسيقى، فن. الجيل الجديد محروم، والغلطة من الإعلام. إحنا اللي لازم نعلمه نخليه يؤمن بقيمة إنه مصري، يحس بالعظمة دي بلدي. في لبس شوية عن دور الهيئة العامة للاستعلامات. هي دور أصيل صورة مصر في الخارج، بس صورة مصر في الخارج مش قاصرة على الهيئة العامة للاستعلامات. ده واجب على أكتاف كل مصري موجود في الخارج. لأن لو هي صورة مصر في الخارج قاصرة على الهيئة للاستعلامات ده تبقى حاجة سهلة أوي. بس تبقى الصورة برضه مختزلة أوي أوي أوي، لأن مصر عظيمة 91 مليون. فما نقدرش نحدها بإمكانيات هيئة ونقول هي دي صورة مصر في الخارج. على المحطات الخاصة لأن دور إنها تاخد بإيد الشباب وتعرفهم وتحسسهم بقيمة مصر. مصر مش بس بيجو الخطيب في النادي الأهلي، مصر مش بس فلان وعلي، مصر تاريخ طويل. أنا عايز أفيد الشباب يعرفوا مصر إيه، مع مين زمان، مين المحبين بتوعها، تاريخنا الرائع، عشان يحبوا البلد وينتموا اليها اكثر. انا بس لان طبعا طلب استاذ الفنان سمير صبري طلب غالي ومحله، احب اطمن حضرتك انا مؤتمن على هذه الكنوز. وزي ما حضرتك استخدمت المصطلح كنوز مصر وحاول اطلعها بقف قدام عقرب زي جهات الدوله كلها.